أحد الطبالين للمخابرات بعد ما كتب في موقع مغرب انتليجنس، هذا الموقع المغربي اللي تحول صار في خدمة المخابرات الجزائرية، بعد ما كتب هذا الموقع تحت اسم مستعار لعبد الصمار، مستعمل اسم الياس عريبي، بعد ما كتب اللي لطفي نزار هو أحد المعارضين الأساسيين لتبون، وبعد ما كتب أنه المعارضين اللي في الخارج اللي راهم يفتحوا في المخابرات راهم تسير فيهم مديرة الهلال الأحمر الجزائري اللي هي في الصحية من المخابرات، هي تشتغل المخابرات، وكان عشيقها من المخابرات اللي وصلها للمنصب اللي راهي فيه. شوف الغباء. اليوم يزيد يطلع علينا بموضوع اخر ودائما اكسكلوزيف، ديما اكسكلوزيف يطلع علينا ويقول لنا بلي مهام جديده للاستعلامات للشرطه الجزائريه هي انها يعني تمحي الدوله البوليسيه، تمحي دوله الدي ار اس، une nouvelle mission de renseignement pour la police algérienne. L'état DGSN remplace petit à petit l'état DRS. Alors, بشوية بشوية راهم دولة البوليسية راهي تعوض في دولة المخابرات. المخابرات ما كانوا يقول لك باللي منذ قدوم تبون والبوليسية يحاوزوا في المخابرات وياخذوا في بلاصتهم. يحب يهمنا باللي مخابرات عاقلين، ناس ملاح ما يديروا والو، ترونكيل، ماشي هما اللي راحوا خطفوا خو انور مالك درك اسبوع وهو مخفي ما على بالناش وصرالو، لا ماشي هما، مع العلم انه كانوا في دين جدارمية مش البوليسية. احنا ما يقبلش، قلنا باللي رابدي البوليسية. فكانت عنتر ما زالت تمارس التعذيب على الجزائريين. درك هذا اللي يحب يهمنا باللي واحد مستشار عند تبون اسمه بوعلام، ما هو جنرال، ما هو سيرجان، ما هو عسكري، ما هو جدارمي، ما عنده قوة، ما عنده حتى قوة، ما عنده حزب سياسي يعتمد عليه، ما عنده لا مجتمع مدني يعتمد عليه، وما عنده حتى جمعية مدنية يعتمد عليها، وما عنده حتى شيء يعتمد عليه، يقول كذا هو الرجل القوي في الجزائر، وهذا هو اللي راه يواجه في المخابرات وفي جبار مهنة وفي شنقريحة وفي كذا. باش يسمح لكم غبي إلى الدرجة باش يصدق أنه هذا بوعلام كان مسؤول على مركز التصنف تاع العسكر، كان منبطح العسكر، مازال منبطح العسكر ويخاف العسكر، شكون اللي جرى باش يواجه العسكر سيناتور هو طبل؟ تقول لي انت بوعلام هو اللي راهو كذا وراهو حاط البوليسيه وحاط كذا. يعني لما يجي يقول لك الناس كاملة على بالهم بلي تاع الأمريكان الرواس، الناس كاملة على بالهم بلي المعلم تاع تبون هو شنقريحة، شنقريحة كون كروس تاع تبون، لما يجي يقول لك شو هاشيك لي سيرفيس سكري ألجيريان أون تيتي مي أ ليكار دو تو سو سيركوي بروفوكون أنسي لو ديكلان دو لانفلونس لو ريتابليسمون جوجي par de nombreux observateurs algériens comme entre guillemets dangereux, mais on ne sait pas, car les services de renseignement en Algérie ont toujours su faire preuve d'efficacité, de pragmatisme et de perspicacité lorsqu'il s'agissait
de désamorcer les crises politiques, sociétales et économiques qui ébranlaient l'Algérie. عمرها في التاريخ ولا المخابرات الجزائريه صابت واحد يكتب عليها بهالاسلوب بهذا الشيطه هذه، ولكن الى درجه انه ما يقدرش يعني يتحمل مسؤوليه امضاء هذا الكلام باسمه. ما يقدر يتحمل مسؤوليه شو هاد الشياطين هادو؟ شو حميد قري كان هكذا يشيط لسعيد بوتفليقه للنظام ويسب في الرجال ويسب في كذا وما يمضيش باسمه. هذا من المفروض هذو كما المخابرات قال لا اسمع فوق ما تحشم بينا ذكر قال لا، لانه الكتابه باسم مستعار تنقص من قيمه المحتوى. المحتوى ما عادش عنده مصداقيه، لانه اللي كتبوا هذا الياس عاربي ماهوش معروف، ماهوش معروف، ما تصيب ومضى في حتى موقع في حتى جريدة ما تعرف إلا في مغرب انتليجنس. ولما قلت لي عبد السمار لأنه مدير الموقع هو اللي أكد لي ذلك، هو اللي أكد لي مدير موقع مغرب انتليجنس هو اللي أكد لي ذلك، هو فسر نشروا لهذه المواضيع لانه محتاج المعلومات، ولكن مش معلومات هذه اكاذيب مغالطات فادحه اللي تفقد للموقع قيمته ومصداقيته. اللهم اذا كان الموقع يبحث على شيء اخر خارج المصداقيه والاحترام، هذا شيء اخر، وكل واحد حر في كتابته وفي نشره ويدير واش لا ولا، لأنه مش ممكن أنك جيت بعد كده تقول بلي يعني المخابرات هما اللي راهم عندهم نجاعة وعندهم كذا، يعني يعرفوا كيفاش يمتصوا الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد، وجاوا بعدهم وحطوا الشرطة في بلاصتهم. يا عمي مش حاسب بينا، وهذا اللي يكتب في هذا السياق بسمار عمره لا دار عسكر ولا يعرف العسكر، وحتى اليوم يمليو عليه ما يعرفهمش بالتليفون. بالتليفون كيما كان يدير مع تحكوت بالتليفون، يقول له اضرب معزوز، اضرب فلان، اضرب فلتان، دير كذا منا، ويقول له جبتي البيرمي تاعي راه نحاولو، يقول له ايه درك نجيبو لك بار بروبليم الطوموبيل، يقول درك نعطيك طوموبيل واحد اخرى راه الطوموبيل تاعي ماشي هاي كيفاش ويدي شويه صغير ذات ويديها هاولي كيفاش. هذه هي صحافة، ماشي صحافة بودورو، هذه صحافة أخرى من آخر صحافة الدعارة، صحافة العهر حاشا من اسمها. نعم هذه صحافة الدعارة للأسف، للأسف هذه هي صحافة اللي كان يمارس فيها ولد القومي يعني سي رحماني، وعلم بزاف صحفيين يمارسوا هذه الصحافة هذه. أما اليوم عبد السمار فات شيء ولحق أنه يعني أنا أقوله علاش يحشم ما يحطش اسمه؟ علاش؟ علاش؟ ما معروف مكتوب ناس كامل على بالها. من المفروض هذا اللي يفتح له الآخر الموقع باش شيت لها على الاقل يقولوا حط اسمك، لانه الموقع اسمه معروف باين. هذا تحير يعني فاشمي، ماشي عيب، ماشي عيب. اليوم راهو الرخص كوراج يا جماعه، حبش مرخص يسوق عندك كوراج، راك ما عندوش كوراج باش يكشف روحه، يعني كوراج باش يكشف روحه. الرخصة ولا كوراج يجب أن تكون رخيص. المهم ربي يقدر خير بلادنا، نعديو الموضوع أكثر من جدية، موضوع وسط التبون بين روسيا وأوكرانيا، شوفها بعد الفاصل.